كنت بتكلم انا وانت على كاس العالم للانديه، كنت بتناقش معاك وانت قلت لي طب لو يعني بالظبط يعني كمان ده طموح حلو قوي، وطموح كمان يخلينا ان شاء الله باذن الله نستعد بشكل كويس قوي لكاس مصر. انت عارف عندنا مباراه في كاس مصر، مباراه مهمه، ووارد جدا ان احنا نقابل كمان نادي الزمالك يوم 5 ديسمبر. فالخطوات اللي جايه ازاي وطموحاتك على المستوى دلوقتي، بنتكلم على المستوى المحلي كاس مصر، بنتكلم على مستوى الافريقي السوبر الافريقي، ومستوى عالمي كاس العالم يعني. هي دي بقى كابتن، احنا ان شاء الله مركزين اللي احنا اهم حاجه بس ماتش بعد بكره ده اللي هو بقى يوم الثلاث بعد يومين ان شاء الله، ماتش اتحاد السكندري. احنا عايزين نكسب ان شاء الله، ونشوف بقى اللاعب مين يعني، سواء الزمالك او الجيش، الفرقه اللي هتكسب. بس بامر اللي احنا مركزين على البطوله دي ناخدها، بعد كده هنخش على السوبر اللي هو الافريقي. انت عارف تقريبا يا كابتن بعد كده الدوري هيبدا. طبعا 2 ديسمبر هيبدا، 2 ديسمبر وانت عندك ماتش يوم 5 كمان مع الزمالك بالظبط، والنهاية اللي هو السوبر الافريقي يوم 10 11 ديسمبر الدوري يوم 10 يوم 10 وان شاء الله طبعا كاس العالم. يعني انا امنيه حياتي من انا تقريبا كاس العالم، مش عارف الاهلي لعب اخر مره 2006 تقريبا لما خد بطوله افريقيا كابتن، ولا لعب صح؟ يعني لا الاهلي لعب دي جاب فيها جون فاول السادس مره، اللي ابو تريكه جاب فيها جون فاول ده كان في اليابان اعتقد، في اليابان انا الماتش ده كان تقريبا بالصبح بدري حاجه زي كده، عشان كان فات التوقيت بالظبط كده. انا كنت بتفرج على الماتش ده انا واصحابي على القهوه، ما رحناش المدرسه واتفرجنا على الماتش الساعه 7 الصبح. والله العظيم انا امنيه حياتي ان انا العب كاس العالم للانديه. لا ان شاء الله، ما خلاص يعني خلاص ان شاء الله هتلاعب البايرن يا عم. يا رب ان شاء الله. ايه رايك في البايرن؟ كسب برشلونه 8 احنا مالنا واحنا قليلين يا قفشه. لا يا كابتن ان شاء الله قليلين يا قفشه، احنا كسبنا روما وكسبنا ريال مدريد وكسبنا برشلونه. لا برشلونه غلبنا منها فلا لا لا ان شاء الله نعمل بطوله كويسه. الله اعلم ممكن ما نلعبهمش، ممكن نلعبهم في النهائي يعني، ربنا يكرمنا نكسب ونلعبهم في النهائي. انت عارف النادي الاهلي حصل على البرونزيه المركز الثالث يعني بالظبط. يعني ان شاء الله طموح جديد وامل جديد طبعا يعني. نفسي والله يا كابتن، انا نفسي البطوله دي تبقى دلوقتي يعني، نفسي حاسس عايز العبها، عايز اسافر، عايز اشوف اللعيبه دي، عايز العب دوم، لان اللعب مع الناس ده هيبقى احلى وامتع واسهل، هيبقى اصعب عكس احنا الدوري المصري حضرتك عارف طبيعي تنشنه وجري وقوه ومان تو مان. لا بره مفيش الاوبشن ده يعني.